السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سفيان من مدونة الخبير 24. مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس مايكروسوفت اوفيس اكسل. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا البارتي اللي كنا ديجا بجينا في الحصص اللي دازت، اللي عندها علاقة بالميزون فورم كونديسيونيل. شفنا شنو هو لو رول ديال الميزون فورم كونديسيونيل، واللي ديجا باقي عنده مشكل في لو رول ديال هاد الكوموند هادي فما عليه الا يرجع للحصة اللي دازت. دونك فوالا، غادي نحاولوا نمشيو لا ليست ديالنا دائما اللي فيها لو طابلو اللي كنا ديجا تكلمنا عليه، اللي قلنا هو با طابلو اللي كي بريزونسي لينا يعني واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون على واحد المجموعه ديال لي سالاري اللي خدامين في واحد لونتربريز. دونك اللي غنحاول انني نقلب عليه يعني في هذه المرحله هذه هي انني بغيت نقلب على الناس اللي لونسيانيتي ديالهم، ولا بليطو بغيت خمسه الناس اللي عندهم اكبر اونسيانيتي. دونك واضح يعني خمسه الناس اللي عندهم اكبر اونسيانيتي، وبالتالي باش نجاوب على هذا السؤال ما عليا الا انني نمشي لا ريغل دي فالور بلو موان الفي، وبالتالي غادي نختار لي دي فالور لو بلي الفي، يعني 10 ديال لي فالور الكبار. دونك وبالتالي دائما قلنا باش نطبق لا ميزون فورم فما عليا الا انني نسيليكسيوني واحد المجموعه ديال لو تيكست، وكنمشي لا ريغل دي فالور بلو موان الفي، وكناخذ لي دي فالور لو بلي الفي، وبالتالي هنا اوتوماتيكمون غيسيليكسيوني ليا يعني 10 الفالور الكبار من خلال لا سيليكسيون ديالي. ولكن انا ما كنقلبش على 10، كنقلب فقط على 5، دونك غادي نحديس وندير 5، وبالتالي غيعطيني 5 ديال لي فالور الكبار. وبالتالي هنا كما كنلاحظوا عطاني 1 2 3 4 5 6 7 8، علاش عطاني 8؟ حيت هنا اختار ليا يعني الناس اللي عندهم اون دوبل، يعني 11 عندي جوج المرات، وكذلك يعني 8 عندي 3 د المرات. وبالتالي فباغ اكزومبل الا درت ليه 3 فالور، دونك اوتوماتيكمون كيعطيني 11 11 12، دونك هما 3 الناس اللي عندهم 3 ديال اكبر قيمه. دونك فوالا، هذا فيما يخص لي دي فالور لو بلي الفي، يعني 10 لي قيم الكبار. وانت من بعد ما كتحدد فما بقاش كتبقى في هاد 10، كتولي يعني اكثر. هنا انا كنحددو العدد، وفي المرحله الثانيه كيولي بالبورسونتاج، بغيتي 10% يعني اللي عندهم يعني اكبر قيمه، ولا بغيتي 50%، دونك 50% يعني النص اللي عندهم يعني اكبر قيمه، ولا 100%، وبالتالي غيسيليكسيوني يعني كل شيء. دونك واضح هنا كيولي بالبورسونتاج، دونك الفرق ما بين لي دي فالور لي بلي الفي ولي دي بورسون لي بلي الفي هو اننا هنا كنوليو كنخدمو بالبورسونتاج وليو ديال اننا نحددو العدد ديال القيم اللي بغينا. العكس غيوقع هنا، هما لي دي فالور لي موان الفي يعني 10 الصغار، وبالتالي انا مثلا غناخد جوج الصغار، يعني جوج الارقام الصغار عندي واحد وعندي جوج، دونك فيما كانت واحد وفيما كانت جوج غادي يسيليكسيونيهم، دونك بالتالي كيعطيني لي دو فالور موان الفي. ولا كناخدها كذلك بالبورسونتاج، دونك لي دي بورسون لي موان الفي، وبالتالي 10% ولا 5% يعني الموان الفي، وبالتالي كيعطيك واحد على حساب يعني البورسونتاج اللي كاين. دونك هذا فيما يخص لي دي فالور الموان الفي. هنا غنمشيو لفالور سوبيريور على موان، دونك فاش كنقولوا فالور سوبيريور على موان فهو اوتوماتيكمون غيمشي يمسح يحسب الموان ديال دوك لي فالور اللي انت سيليكسيونيتي، وغيلون لك يعني القيمه اللي كبر منهم باش نعرفوا الموان. دونك غادي نجي ندير هنا ايكال موان باش نعرف شنو هو الموان ديال هاد لي سيلول. مثلا غنمشي حتى لو 4، ابخي غادي نسد فقط وندير اونتري. دونك الموان هنا هو 6.25، وبالتالي فاش غادي نجي نسيليكسيوني وغادي نمشي لي فالور سوبيريور على موان فهو غادي يسيليكسيوني لك يعني القيم اللي كبر من 6.25، وهما هادو اللي كاينين عندنا يعني هنا. واضحه كذلك يعني هاد الكوموند هادي، بقات لينا كوموند وحده هما لي فالور انفيريور على موان، اللي هما العكس يعني اللي صغر من لا موان، وبالتالي اللي صغر من 6.25، طونكو 6.25 هو الموان ديال هاد لي سيلول اللي انا مسيليكسيوني. دونك فوالا، هكا كنكونوا سالينا يعني هاد البارتي الثانيه اللي هي لي ريغل دي فالور بلو موان الفي اللي عندها علاقه بالميزون فورم كونديسيون. اتونسيون بالنسبه لهاد الكاتيجوري الثانيه، فهي فقط بلي سيلول اللي فيهم لي شيفر ماشي لو تيكست. دونك واضح عكس الحاله الاولى اللي كندخلوا فيها كذلك حتى لو تيكست. فبالنسبه لي ريغل دي فالور بلو موان الفي فكنطبقوهم فقط على دي سيلول اللي فيهم لو تيكست فقط. دونك فوالا، غادي نحاولوا نتوقفوا في هذه النقطه هذه حتى الحصه الجايه، اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوا فيها فكره جديده مع معلومه جديده. كان معكم سفيان من مدونه الخبير 24، الى الملتقى.